عمود كنتقد فيه دريس البصري، ودريس البصري كان في أشد القوة ديالو آنذاك، على أساس أنه كان خدا شي قرار اللي عنده علاقة بالاستثمار. ف 24 ساعة من بعد الصدور هذاك كانت كتجي وأنا في المكتب ديالي في مؤسسة بنكية، كتجي الكاتبة كتقول لي راه مكتب الرئيس المدير العام تيطلبوك، بغاوك تمشي عندهم. فاولا يعني بطبيعة الحال كان وقع المفاجأة، ولكن وانا باقي شاب يعني موظف اطار شاب، فتخلعت لانه كتعرف ان باش ما كانش عندنا امكانيه اننا نلتقي بالرئيس المدير العام، لانه كانت عنده واحد المكانه كبيره والاستاف ديالو كان معروف. فمشيت، ولما مشيت استقبلني هو شخصيا والجريده قدام فوق المكتب ديالو، وقال لي هذا الشيء اللي كتبتيه راه يمكن لي يدير لك مشاكل. متابعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه استاذ وزميل صحفي وصديق سمير شوقي. مرحبا بك سمير شوقي، معروف في الساحة الإعلامية كصحفي، ولكن أيضا كمستثمر في قطاع الصحافة، ولكن عنده واحد المسار خاص، فهو قادم لعالم الصحافة والإعلام من العالم البنكي، وقليل من الصحفيين اللي كان عندهم مثل هذا المسار. سمير شوقي يعني أتى لعالم الصحافة من تجربة بنكية واسعة، كان مدير في أحد الأبناك واستثمر في قطاع الصحافة، وقبل ذلك كان كاتب وصحفي في عدد من الصحف. انتقل أيضا إلى الاستثمار في قطاع الصحافة، ولكن في 2019 غادر هذا القطاع، باع مجموعته حصته في مجموعة إعلامية، والآن هو يدير أحد مراكز تفكير أوميغا اللي غادي نتكلم عليه، واشتغل أيضا في واحد الفترة مع مجموعة مكتب الشريف للفوسفات، والآن هو لديه تجربة في مجال الكتابة والتأليف من خلال كتاب أصدره سوف نعود إليه، محمد السادس ملك إفريقي. سمير مرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. سمير، هذا اللقاء هو للمسار، للتعرف على المسار ديالكم. أنت عندك واحد تجربة خاصة، يعني جيت للعالم ديال الصحافة والكتابة من الوسط البنكي. يعني قبل ما نتكلموا على هذا، تكلمنا على البدايه ديال الدراسه ديالك في المغرب، وكيفاش دخلتي للعالم البنكي. كان مسار عادي كاي شاب، بعد البكالوريا ولجت الجامعه الحسن الثاني بدار بيضاء كليه الاقتصاد حيث درست، وانا طالب كانت لي بعض الاسهامات في الكتابات الصحفيه. أتذكر أنا ذاك كنت تنكتب مرة في جريدة الميثاق الوطني اللي كانت عندها واحد الصفحة مفتوحة للشباب، وكانت هي كذلك جريدة في بدايتها وباللغة العربية، وكنت كنكتب كذلك بعض الإسهامات باللغة الفرنسية في صفحة جريدة لوبينيون لو كوري دي ليكتور، يعني بريد القراء اللي كانت معروفة في لوبينيون دي جون. ديك الساعات كانت هذه صفحة اللي كانوا كيتبعوا شباب هذيك المرحلة بشكل كثير. من بعد الجامعة بطبيعة الحال التحقت بعالم الشغل، وكان أول شغل عندي هو القطاع البنكي، التحقت بإحدى المؤسسات البنكية، وكانت يعني تجربة رائعة جدا، لأن المؤسسة البنكية أعطتني الفرصة أنني أشتغل في أحد المصالح الحساسة جدا، وهي التفتيشية وتدقيق الحسابات، واللي كتعطيك فرصة أولا باش من البداية منذ البداية فهي كتعطيك هذه الفرصة اللي كتعطيك واحد النظرة كبيرة على القطاع البنكي، وكتعرف كل ما يجري في المؤسسة البنكية، فبخلاف مثلا بعض الأطور اللي تيشتغلوا مباشرة في الوكالات تتبقى التجربة ديالهم محصورة في الوكالة. أما هذه المصلحة هذه كتعطيك نظرة شمولية على كل ما يقع في البنكة، لأن أنت مطالب بأنك تقوم بتدقيق الحسابات لجميع المصالح. فكانت تجربة جد رائعة، بالإضافة إلى أنك تمنحك واحد الفرصة جميلة جدا أنك كتطوف وكتزور جميع مناطق المغرب، لأنك تمشي للوكالات باش تقوم بعملية ديال تدقيق الحسابات.
فكان لي الحظ أنني نكون على الأقل درت واحد ثلاثة ولا أربعة المرات لوتور دي ماروك كامل بما فيه المداشر اللي ما تقدرش تطيح لك على بالك والقرى الصغيرة. ومن كان تذكر أحيانا تنقول لولا هاد تجربة عمري ما كنت نعرف مثلا زغنغن ولا بن طيب ولا ميدار ولا الخصاص. الخصاص على فكرة هي راه في الجنوب المملكة ما بين تيزنيت وقلميم، يعني واحد جميل جدا أنك تتعرف هاد المناطق كلها وفي نفس الوقت في واحد المجال اللي هو حيوي وكان متحرك ومتطور جدا يواكب كل التطورات، كتعطيك فرصة كذلك أنك تتماشى وكتواكب هذه التطورات. في نفس الوقت كنت كتكتب مقالات في صحف، وبعض المرات هذه المقالات كانت كتير الحفيظة وانت موظف كتير حفيظة يعني مسؤولين يعني في البنك. وقعت لك احدى القصص ما كتبتيش شي مقال او شي راي على الادريس المصري؟ فعلا هذه قصة هذه اللي يمكن نقول ان فتحت لي الابواب اللي تقولوا في رب ضارة النافع. فكنت وانا في القطاع البنكي بطبيعة الحال كنكتب في عدة جرائد فريلانس، كنكتب لأن كان عندي شغف الكتابة وكنكتب باللغتين العربية والفرنسية. فمثلا كنت كنكتب في نفس الفترة في جريدة مغرب اليوم، وكنت كان لي الشرف نكون أول صحفي مغربي اللي كي يصدر واحد صفحة اقتصادية باللغة العربية، وما كانش هذا متاح في المؤسسة البنكية اللي كنشتغل فيها. كانوا كيقولوا لي كيفاش يعني عندك هذا التمكن من اللغة العربية، وهذا عنده علاقة بالبيئة اللي عشت فيها، لأن الوالد ديالي رحمه الله كان شغوف بالقراءة، قراءة اللغة العربية منذ إنشاء جريدة العالم التي كانت هي الرائدة آنذاك. وبالتالي فكنت كذلك كان نكتب في لاغازيت دي ماروك، هذه في التسعينات كنت نكتب على قضايا البورصة والقضايا المالية باللغة الفرنسية. فهذا كان تكامل تعطيني واحد قيمة مضافة بالإضافة للعمل ديالي المالي والاقتصادي في المؤسسة البنكية، وكان كيفتح لي آفاق أخرى أنني كان نتعرف على ناس وكان نتعرف على مسؤولين في شتى المجالات. بعد هذه التجربة كنت انتقلت للصحيفة في الإنشاء ديالها، لأن الناس اللي تبعوك بهذا التاريخ كيعرفوا بأن هيئة التحرير اللي كانت في أخبار اليوم كانت انتقلت بأكملها لإنشاء جريدة الصحيفة اللي كانت ضمن مجموعة ميديا تروس اللي كتصدر لجورنال. مش أخبار اليوم؟ لا، المجموعة الإعلامية لعبد الهادي العالمي اللي كانت آنذاك، وبالتالي انتقلت مغرب اليوم. مغرب اليوم، وبالتالي انتقلت للصحيفة، وكنت كذلك مشرف على الصفحة الاقتصادية وأنا مازال في المؤسسة البنكية. ففي إحدى المرات كنت كتبت وكان عندي عمود في هذه الصفحة، عمود رأي، فكنت كتبت على عمود كنتقد فيه إدريس البصري، وإدريس البصري كان في أشد القوة ديالو آنذاك على أساس أنه كان خدا شي قرار اللي عنده علاقة بالاستثمار. ف 24 ساعة من بعد صدور هذاك كانت كتجي وانا في المكتب ديالي في مؤسسة بنكية، كتجي الكاتبة كتقول لي راه مكتب الرئيس المدير العام تيطلبوك وبغاوك تمشي عندهم. فاولا يعني بطبيعة الحال كان وقع المفاجأة، ولكن راه وانا باقي شاب يعني موظف اطار شاب، فتخلعت لانه كتعرف ان باش ما كانش عندنا إمكانية أننا نلتقي بالرئيس المدير العام لأنه كانت عنده واحد مكانة كبيرة والاستاف ديالو كان معروف. فمشيت، ولما مشيت استقبلني هو شخصيا والجريدة قدام فوق المكتب ديالو، وقال لي هذا الشيء اللي كتبتيه راه يمكن لي يدير لك مشاكل. فمنين قال لي هكذا قلت صافي القضية يعني غادي تطور بشكل خطير. وانا حاولت نبرر ونشرح له هذا وتناقش معه على ذاك الموضوع، وهذيك كانت واحد الدوريه على علاقه بالاستثمار. فهو عجبو الطريقه باش قدمت التبرير، وانا كنت باقي صغير وشاب وفهمت على عجباتو. بالاضافه انه نذكره هو عبد العزيز العالمي رحمه الله انتقل الى دار البقاء، وكان رجل فكر ورجل ثقافه وكان معروف وكانت عنده واحد الشخصيه قويه
وفي الأخير هو شجعني قال لي وكان كيتكلم قليل بالعربية، قال لي بأنه مزيان أنك تكون مقتنع بداك الشيء اللي كتكتب، ولكن خاصك تكون كذلك كتحسب مزيان. فاستمر، انا اعتبرت هذه القضيه هذه كضوء اخضر، وبالتالي تشجيع. فهذيك الشيء نقول هذه كانت واحد النقله نوعيه، لانه من بعد بديت نكتب باريحيه اكثر. وانه حتى هو كان مره كان كان كيعيط لي، كان نمشي للمكتب ديالو وكيبقى يتناقش معايا في قضايا. يعني هذه الكتابه فتحت لك العلاقه مع تماماً المدير العام ديالو تماما، وكيتكلم معايا على قضايا الرهينيه الاقتصاديه والسياسيه في المغرب، ويداك احنا في نهايه التسعينات. فكانت فرصه جميله جدا انها كتفتح لك هذه الافاق هذه، وخصوصا ما كتلقى ناس اللي متفهمين لهذه المساله هذه، رغم انها ممكن هما تشكل لهم بعض الحرج، ولكن كل واحد والشخصيه ديالو كيفاش كيعرف يتعامل مع بحال هذه الامور. سمير، هذه الكتابه في الصحافه ساعدتك مهنيا داخل ترقي داخل البنك وربط علاقات يعني مع مسؤولي البنك على مستوى عالي؟ لا، باش نكون واضحين، هي ساعدتني من ناحيه المهنيه، على اساس انها كانت كتعطيني واحد التكوين مستمر. لاني مثلا ملي كنت كنكتب في الصفحه ديال البورصه، وكنا انا ذاك في انفتاح البورصه الدار البيضاء على التعاملات الماليه، لان في نهايه التسعينيات كنعرفوا كما كيقولوا باللغه ديال الناس ديال المال والاعمال، كيقول واحد لو بوم دو لا بورس، كان واحد ارتفاع كبير ديال التعاملات والتداولات في البورصه، وكانت حركيه قويه في اسواق الرسامل. وبالتالي انا المتابعه اليوميه ديالي هذه باش نقوم بتحليل ونحرر المقالات ديالي، جعلتني انني نكون جد مطلع على يعني التطورات ديال الاسواق الماليه، وهذا نفعني في العمل ديالي بطبيعه الحال، سواء من الاسلوب التحريري ولا كذلك من ناحيه المعرفيه. اما العلاقه ديالي بصراحه داخل المؤسسه البنكيه فما كانش كتجاوز ان كان الاحترام بيني لا بين الرؤساء ديالي ولا بين المديرين المركزيين اللي هما كبار، حتى ولو لما عرفوا ان الرئيس المدير العام مرة يعني كيستقبلني في المكتب ديالو باش يطالع حتى هو بعض الامور ولا بعض الاخبار الراهنيه اللي كتداول في البلاد. فكانوا ما تعاملوا مع المساله هذه بشكل عادي، وانا ما بكل واقعيه ما عمري ما حاولت انني يعني نستغل هذه المساله هذه الامور مهنيه.